خمس حيل أنا بعملهم تنام أسرع وأعمق بالليل. واحد، بوقف أكل 3 ساعات أقل شيء قبل النوم، تخلي معدتي فاضية من الأكل ومن الأسيد، تأتحاشى وإمنع اضطرابات النوم اللي معقول تتسبب برفلو. 2، وطي حرارة الغرفة لأوطى درجة بيقدر يتحملها جسمي. من المستحسن أن يكون حرارة الغرفة بين 19 و20 درجة. 3، باخد دوش مي سخنة، هالشي بيساعد جسمي تعمل ريلاكس وبنام أسرع. 4، بجرب وقف كل الأجهزة الإلكترونية مينيموم نص ساعة قبل النوم، لأنه البلو لايت يلي بالتليفون بيعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق. وإذا مضطرة استعمل التليفون لازم شغل البلو لايت فلتر اللي موجود بكل التليفونات. 5، breathing method 4-7-8. شو يعني؟ باخد نفس 4 ثواني، بحبس نفس 7 ثواني، وزفير 8 ثواني. بعيد هالدورة 3-5 مرات. هالشي بيساعد جسمي لهدوء واسترخاء. More tips بسليب part 2. ما تنسوا تابعوني، like and share.